تصريحك انك هتعذري جوزك لو خانك. لو انت يعني مقصرة او مشغولة عنه غلطة وندمان عليها، انت شايفة اصلا ان في مبرر للخيانة؟ انا لما كلمت في الموضوع ده كنت بكلم ان مش كل مرة حد بيخون ببقى لازم يبقى عشان السكينة، يعني ان في مرات حقيقي بيبقى في تقصير من الستات للأسف، مش مبرر بس هو مش ملاك، في ممكن يبقى فيه ضعف. معلش، هو الراجل لو قصر في حقك في اي حاجة هتخوني؟ خلينا نتفق ان الرجالة غير الستات والمجتمع حاطط الرجالة. طب ما انت كده حاطة مبدأ، حاطة مبدأ هو يا ريهام. هو ممكن، هو في ستات بتخون برضه، يعني سيبك مني انا او من جوزي، غلط في كل الاحوال، غلط، دي جريمة. لكن انا اكيد جريمة وكل حاجة، بس انا بتكلم ان انا ما بحبش احكم على الحاجات من بره، انا ما عشتش التجربة، ما بحبش احكم على تجارب الاخرين لان انا ما عشتش التجربة، والله اعلم لو كنت عشتها كان ممكن يحصل ايه. طبعا كل واحد عنده مبادئه واخلاقه وحاجات اللي ممكن، بس انا ما اقدرش احكم على تجارب الناس بجد. يعني لو انا اتعلمت حاجه في حياتي في عمري، اتعلمت ان الواحد من بره اي حاجه يبقى يعني حكيم قوي، لكن لما بتدخلي في الموضوع ساعات كتير قوي بتتحطي في مواقف بتفتكري ان انت كنت ممكن ما تبقيش انك اكبر من انك تتحطي فيها، تلاقي نفسك اتحطيتي فيها برضه. ده عامه مش بس عن موضوع الخيانه. ممكن تسامحي في الخيانه عادي؟ والله حتى لو حسيت، لو حسيت قوي بالندم من ناحيته ومن التقصير من ناحيتي، وارد وارد. خدي بالك ده بيتسجل عليكي، ممكن بعد كده اقول لك ما انت هتسامحي. لا، ما انا ممكن ابقى ما قصرتش، عشان كده بحاول ما اقصرش. خلي بالك ده بيتسجل. لا، انا واثقه جدا في نفسي كزوجه ان انا مش مقصر. خلصت فقرتي.